يواصل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعالياته لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم. نحو تجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، تستمر فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية حتى 8 سبتمبر الجاري، ليعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة الحياة الصحية الشاملة. جلسات رائعة جدا، مواضيع مختارة بعناية شديدة جدا، حضور منقطع النظير سواء من خلال المواطنين أو المهتمين بالقطاع الصحي في مصر من أطباء ومن متخصصين أو حتى على مستوى العالم. يعني أنا قابلت في خلال اليومين اللي فاتوا دول خبراء من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن جنوب أمريكا وطبعا من أفريقيا ومن الدول العربية. إذن هناك اهتمام شديد جدا بهذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه بعد 29 سنة من مؤتمر مماثل استضافته مصر، وكان علامة فارقة أيضا في موضوع السكان والتنمية. من الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر تحسين السياسة السكانية في مصر وفي دول الشرق الأوسط. هذا الأمر غاية في الأهمية. هناك جوانب عدة أجريت فيها أبحاث في دول العالم قاطبة، فهذا المؤتمر يعد استخلاص لعصارة الفكر العالمي في السياسة السكانية وكيفية تحسينها. المؤتمر يأتي تأكيدا على جهود مصر المبذولة ليكون بمثابة منصة تحاورية عالمية ب65 جلسة حوارية، من بينها الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والشاملة والصحة الإنجابية، يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب. أهمية المؤتمر تأتي من عدة جوانب. مصر أكبر دولة عربية، مصر ثاني أكبر دولة عربية نحن نخدم فيها كمنظمة الصحة العالمية للإقليم. بنفس الوقت عندنا 3 مقاومات رئيسية، عرض التجربة المصرية في بالنسبة لمبادرات الكثيرة وخاصة مبادرات الرئاسية بيننا وصلنا، التعاون الرسالة الثانية التعاون اللصيق ومبادرة التجارب والأفكار ما بين الدول خاصة بالنسبة للمشكلة السكانية والانفجار السكاني اللي ممكن يؤدي إلى عدم النماء الدول. والموضوع الثالث جدا مهم الأممي، الموضوع الأممي إن في إن شاء الله إطلاق 3 حوارات على مستوى العالمي بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة. الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية في مصر بدأ من 70s. بعد المرحلة ديت مرينا المرحلة الثانية إلى 90s، وفي 90s كان في تحول في منظومة التأمين في منظومة الرعاية الصحية الأولية. التحول ده كان مبني على فكرة طب الأسرة. الاستراتيجية الخاصة بالصحة هي استراتيجية في الآخر بنوصل بيها ان احنا بنعالج المواطنين في مصر، او عايزين نوصل ان احنا نعالج المواطنين في كل مصر على اعلى المعايير الدولية. ويمكن ده في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا بدأنا المرحلة الاولى في 6 محافظات. النهاردة احنا الهيئة اصدرت 7 كتب معايير، المعايير دي معتمدة دوليا من الجمعيات الدولية لجودة الرعاية الصحية. المعايير دي في الجزء الخاص بالرعاية الاولية ركزت جامد على السكان، قضية السكان وعلى الأمومة والطفولة وعلى رفع جودة الخدمات الصحية اللي بتقدم للمواطنين. على هامش المؤتمر يقام المعرض الطبي بمشاركة العديد من الجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجال الصحة والسكان والتنمية بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.